مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، استشارات ريال استيت في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم معاكم عن تفاصيل مول زووك في منطقة محور الأمل، وهنبدأ بالمطور العقاري شركة كونستراكتا للاستثمار العقاري. دي الشركة المالكة والمطورة للمشروع. الموقع المول هو يعتبر في على محور الأمل مباشرة ما بين الـ R2 والـ R3، واللوكيشن بتاعه يعتبر الأقرب لمحور محمد بن زايد الشمالي. مساحة الأرض على 3 فدان 700، والبناء هيبقى على فدان و700، يعني حوالي بنسبة 30%. المول عبارة عن 2 بيزمنت وأرضي و8 أدوار متكررة. التجاري هيكون في الدور الأرضي والأول والتاني، مساحات بتبدأ من 33 متر. بالنسبة للإداري هيبدأ من الدور الثالث لحد الدور الثامن، المساحات هتبدأ برضو من 33 متر. الخدمات في المول طبعا في واي فاي، ديجيتال ماب، صيانة السيارات، أماكن انتظار السيارات، الباركينج، بالإضافة طبعا للبيزمنت ده بيتعمل فيه باركينج، الطاقة الشمسية. وموضوع الطاقة الشمسية ده أساسي في العاصمة بشكل عام، يعني سواء في الكومباوندز أو في المولات داخل العاصمة. نظم السداد بيكون في نظام سداد بدون مقدم على 3 سنوات، أو مقدم 10% والباقي على 4 سنين، مقدم 15% و5 سنين، مقدم 20% و6 سنين، مقدم 25% و7 سنين. الأقساط بتكون ربع سنوية متساوية بدون أي فوائد. في حال الدفع الكاش بيكون في خصم 30%. طبعا بالنسبة للتجاري الاستلام بيكون بدون تشطيب. في حالة الإداري أو الطبي بيكون في تشطيب كامل. بالنسبة طبعا لطبيعة الأسعار، الدور الأرضي بيبدأ من 95 ألف، أقل مساحة 34 متر. الدور الأول بيبدأ من 55 ألف، أقل مساحة 47 متر. الدور الثاني بيبدأ من 45 ألف، أقل مساحة 40 متر. بيبقى فيه نظام دوبلكسات، دي بتبقى أرضي وأول، ومتوسط سعر المتر 70 ألف، أقل مساحة 94 متر. بالإضافة إن بيكون فيه مساحات خارجية ديت سعر المتر بتاعها 35 ألف جنيه للمتر. بيبقى فيه وديعة صيانة 10%، ديت بتدفع مع الأقساط لحد الاستلام، أو ممكن تدفع قبل الاستلام ب6 شهور. يعني احنا اتكلمنا في تفاصيل كده شبه مختصرة عن المول. لو حضراتكم عندكم أي استفسارات عن أي مول داخل العاصمة الجديدة، أو محتاجين تفاصيل أكتر، تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الضغط على اللينك الموجود في الديسكريبشن أو الوصف، ده لو حضرتك فاتح من الموبايل، أو رقمي قصاد حضراتكم تقدروا تشرفوني بالاتصال في أي وقت. كان معاكم محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.